معكم مشاهدينا، برحب فيكم مجددا، وبرحب في برحب بابونا شربل جعجع، الضيف لاول مره ببرنامج الحل. الله معك ابونا، الله معك، نورنا حلقتنا ابونا. خلي لي اياك، طول عمرك ابونا. خلينا نروح انا وياك والمشاهدين لازاز الفيمات، تحديدا لقناه الجديد، نعرض ب 19/7/2013، بنشوف التفاصيل سوا. هي القصه نفسها، دولة ضعيفة تحاول تطبيق القانون فتستقوي عليها عناصر حزبية نافذة. الإشكال بدأ هنا عند تقاطع كورنيش المزرعة، عندما أوقفت القوى الأمنية سيارة مرسيدس بيضاء زجاجها داكن، ومعلوم أن الزجاج الداكن أو الفيميه ممنوع قانونا. طلبت القوى الأمنية من السيدة التي تقود السيارة إزالة الفيميه، فجن جنون السيدة وبدأت بالبكاء والنحيب، ثم اتصلت بزوجها القبضاي الذي حضر مع مجموعة من المسلحين في سيارة رباعية الدفع لإنقاذ زوجته. وصل وتلسن مع القوى الأمنية قبل أن يستل مسدسه ويطلق النار، فرد ضابط الدورية بإطلاق النار على رجلي القبضاي، واعتقلته القوى الأمنية وساقته مخفورا إلى مستشفى بيروت. انتهت القضية عند هذا الحد. هذه المرة استطاعت الدولة أن تفرض هيبتها ولو دقائق معدودة بعد انتهاء الإشكال، وعلى مرأى من عشرات العناصر من قوى الأمن الداخلي في المكان تتوقف سيارة بزجاج داكن يحجب من فيها، وتمر مرور الكرام من أمام الدولة وعناصرها، ولا من شاف ولا من دري. أبونا إزاز الفيماء قصة عن لبنان. في كتير ناس متهمة بالتفشيخ كونه بيركبوا إزاز الفيماء، بالوقت كمان في كتير ناس بحاجة لإزاز الفيماء لأنه عندها مشكلة بعيونها. أبونا، وبعرف في كتير كهنة أوكي عندهم إزاز فيماء، لأمتن بحقنا نبرر حالنا أنه ركب إزاز فيماء؟ نعم. وشو الهدف منه؟ نعم، تفضل. أنا عندي سؤال لألك وللمشاهدين وللدولة ولرئيس الجمهورية بذات الوقت. نعم. شو بيأثر إزاز الفيماء على الأمن العام؟ أوقات بيصير في تهريب. إيه؟ من قبل السيارات. طيب. بتبقى داكنة، طالما زجاج الداكن لما بيوصل على الحاجز عم بيفتح يفتح الشباك ويعرف عن نفسه، شو المشكلة؟ في لك شو المشكلة؟ إيه؟ في كتير شيوخة. إيه؟ أو في كتير رجال دين. نعم. مش شيوخة، متهمين أنه بعد مثلا سبق وصارت هالمشكلة أنه عم بيصير في تهريب. طيب ما بيحق لهم ساعتها رجال الأمن. أنا سيارتي رح أقولها على تي في تشاريتي. نعم. أنا سيارتي زجاج داكن. والسبب انا بسوق، اذا بسوق سياره وما فيها فيمي ما بقدر اسوق، الدوخ عندي مشكله بعيوني، عندي حراره بعيوني كثير قويه. نعم. الضوء اللي بفوت من هون ومن قدام بيعميني، ما بقدر اعرف سوق، ممكن اتعرض للحوادث. لا سواء انا معي ترخيص من وزاره الداخليه باني سوق زجاج داكن. مشكلتك طبيه ومؤنعه. لحظه بس، انا بس اوصل على الحاجز. نعم. بفتح ازازي باحترام، الله معك وطن يعطيك الف عافيه، بيسالني عن الفيمي بقول له هيدي رخصتي، بقول له رجل دين بيقول لي بتسمح لي اتاكد من هويتك، بتاكد من هويتي. نعم. اذا في شيء اكثر من هيك انا مستعد ينبش السياره ويفرطها برغي برغي ويركبها. ما عندك مشكله تنزل من السياره وتهرب؟ لا 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 لا، كمواطن عادي يعني. كمواطن اذا في شيء. نعم. ايه بس اذا واحد بده هيك يتسلى ويتبلى علي، لا اكيد ما بسمح له. وش عرفك اذا بده يتسلى ولا ما بده يتسلى؟ بكل بساطه لانه رجال الدين في لهم خصوصيتهم، انه مثلا يوم لما بقول له انا رجل دين. نعم. بحق له هو بالقانون بيقول لي عمول معروف بدي اتاكد من بطاقتك، مش انه اقعد شارع ولا انا رجل دين يا خيي، وين منحوتي؟ نعم. بدي اياها بطاقتك، فرجيني البطاقه بتعرف عنك رجل دين، بس فرجي بطاقتي. ساعتها بيقول لي ابونا معلش معي امر انا انه القي نظره على السياره، ساعتها بيقول لي نظره على السياره ما عندي مشكله. هيدي شغله ما بتاثر. بس نحن مشكلتنا وين؟ دائما الدوله بتعمل من الامور تابو، يعني بتلحق شغلات، يعني ما توخذني بهالكلمه، بتخلي الناس تعمل انكايه بالدوله. مثل الولد لما بيتنحر على شغله وبتجي امه بنكيه فيه بدها تمنعه عنها، بيصير هو بكل مناسبه يعمل الشغل، يعرف امه شو بي شو 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 بيزعجها، شو بيزعجها وبيعملها. ايه خيي هلا اوكي، انا في كثير ناس عم تتبهدل على الطرقات، اوكي في كثير ناس عم تستعمل الزجاج الداكن. هو كونه هو شغله للتهريب مثل ما عم بتقول. طب بدي اسال سؤال، هل هالزجاج الداكن مين عم بيعطي ترخيصه؟ الدوله. الدوله. طب الدوله على اي اساس عم تعطي الترخيص؟ انا بقول لك اياها، اذا انت صح انت والضابط الفلاني بجيب ترخيص. طيب اذا انت محسوب على الزعيم الفلاني بجيب ترخيص، فرجيني شي واحد جايب رابور صحي طبي وقدم الوراء واخذ ترخيص. هون صرختي لك ابونا. ايه هون صرختي لك. صرختك لاي؟ انا صرختي لكم، صرختي للعالم كله سوا. اليوم خيي في كل شيء في بروسيدور، في اليه بدها تمشي.
اليوم تتاخد تطلع على السطح بدك تطلع على الدرج او بالاسانسور، في حل غير هيك؟ عظيم. كل شيء بالحياه بدنا نستعمله في اليه لنوصل له الهدف، في له شو مين مو، في طريق بدك توصلها بدك تتبعها. نحن خلينا نتبع الاليات، خلينا نتبع القوانين بالسعوديه بالبلدان العربيه بتحط ازاز في ماء بلا قانون، بلا شو اسمه، بلا ترخيص، بلا ترخيص اساسا. ما فيك تسوق سيارتك اذا ما كانت في ماء عوض الحراره. ايه اسالهم بالسعوديه كيف بيسوقوا سيارتك؟ ها معلومه جديده انا اول مره بعرفها. داكن بلا ترخيص، بين في امن. اذا الامن ما انه مرتبط بالفيماء، الامن مرتبط انه ما في دوله توقف على الارض. انا كثير بحيي للضابط اللي نزل ودافع عن نفسه وخلينا نشوف الدوله. بس اليوم بدك ما تكون استنسابيه الشغله، ما تكون استنسابيه انه انا هون باكل قتل وخبيط وغيري فلت على راسه. لا خيي، انا بالبيت اذا انا بيي بده يضربني وبده يترك خيي يعمل بده اياه، ساعتها انا بدي اكره بيي وبدي اعمل كل شيء من كيفي. اذا المساواه والميزان بميزان واحد، هيدي شغلة أساسية. العدل الأساسي الملك، ما فيك تملك على حياتي إذا ما كنت عادل معي. نعم. طب برأيك أبونا رغم الفوضى اللي بلبنان هيك حال بيمشي؟ شو هاي الحكاية؟ هيك حال بيمشي؟ خيي المشكلة مش بمين بيحط في ماء، المشكلة بقصة الأمن. نحن مش شعب. طب ما معروف لبنان بوضع الأمن. نحن مش لبنانية. نحن بكل بساطة مجموعة قبائل تتعايش مع بعضها. مجموعة قبائل تتعايش مع بعضها. نحن جماعة مأجورين ناس مأجور. لهون وصلنا أبونا؟ ايه ليش وين كنا أساسا تنوصال؟ لوين كنا تنوصال؟ نحن هيك كنا وهيك رح بنضل. والشاطر اللي بيعرف يحافظ على راسه. اليوم في شق من اللبنانية محصور مع بلده، والشق الثاني على بلده، والشق الثالث على بلده، وكل واحد عم يتزلع من الثاني. خي لما بتجي لما بيجوا زعمائنا بياخذوا قرار انه احنا دوله لبنانيه، بدنا نفرض حالنا وطني الاول. طب شو بقى شو بيصير بعدين؟ انا بي عسكري كان. بس اليوم لما بدك اليوم لما بتاخذ القانون وبتعيش بظل القانون، بيحميك وبيحمي غيرك وبيحمي الناس منك وبتحميك وبيحميك من الناس. بس اليوم لما بده يكون في استنسابيه شو يعني؟ اذا اليوم نحن مدعوين بكل صراحه مش انه نركز على قصه فيمين، اذا في داعي بنركز مش مشكله، ونخزق ونكسر الازاز كمان. ابونا نحن عم نحكي عن الناس المرخصه، بس في كتير ناس مش مرخصه، يعني تفشيخ وبلا ترخيص. اليوم سؤال، اذا هيدي الشغله عم بتسبب خلل بالامن، نتفضل مثلا هديك اليوم انا صار معي شغلي، انا ماشي على الاوتوستراد واز فجاه بنط قدامي درك، ما في حاجز ما في شيء، نط قدامي درك وقفت، قال لي على اليمين. قلت له طيب بس انه على اليمين، بس انت اذا ماتت مين بيدفع حقك؟ خي يعمل حاجز، واذا انا مغلط ومقصر خذ السياره، خي احجزني انا خوري، عم بقول لك بروح معك على الحبس ما عنديش مشكله، بس ما تبليني فيك. طب ما هي الدوله بتستهين بحالها. بتعرف خبريه الثعلب وابنه؟ لا. قال في ثعلب قال له لبي، قال له يا بي ليش بس يشوفونا بيقولوا لنا ولوك ولوك؟ قال له يا بي نحن مش هينين. يعني انت لما بتستهين بحالك ما تستغرب انه الناس تستهين فيك. لما انت بتفقد هيبه ذاتك ما تستهين بالناس لما بتفقد هيبتك. لسبب بكل بساطه نحن اليوم مدعوين بصراحه نسال السؤال العريض، نحن بدنا نعمل دوله ولا نحن بدنا نستفيد من الدوله؟ للاسف كل الاشخاص ويمكن في كتار ناس بننحني قدام افضالهم وقدام شهامتهم وقدام رجوليتهم وقدام وطنيتهم والتزامهم، بس في فئه معينه عم تستعمل الدوله لتوصل لاهداف شخصيه، وهذا الشيء كثير ممنوع، لتبني مجد ذاتي. اذا انا المشكله هون بعتذر من الرابور، المشكله مش بالفيمي، المشكله انه الدوله منا وسقانه بنفسها، مش وسقانه بامنا. تخيل لما انت بوصل لك حقوقك وواجباتك صح، وبيصلوا حقوق، ليش بدي اتزعرن عليك؟ بدك تتزعرن علي؟ انت اذا عم تاكل بصحنك وشبعان من صحنك، ليش بدك مد ايدك على صحني؟ ما بيعود في داعي. يعني لما بتنزع فتيل السبب من بين الناس خلص تستقيم الحياة، وما فيش داعي لحتى نعمل لهبهيات كلها سوا. لو طب ليش بالسعودية ما عنده مشكلة مع الفيماء يا خيي؟ انا برجع على السؤال ذاته، لانه بكل بساطة الدولة بيصة سلطتها وبتعرف الامن وضابط الامن، بتحط فيماء ما بعرف شو خبريات. انا كحنكي عندي اياها، انا بقدر اخلق لك الف سبب وسبب تما افتح ازازي على الحاجز، بفتح ازازي على بعطي بطاقه اذا بدي انا اتسال عليه، انا معي رخصه، ولو انا بدي افتح لك الازاز ما كنت جبت الرخصه.
برأيك أبونا مش مسهل لكم أكتر من الناس المدنيين، إنه خاصة أنتم رجال دين على الحاجز مش رح يجوا يسمعوكم كلمات ما نحن بنجي نسمعها، لو كتير أوقات نحن بننهان على الحواجز. لا لك شغل، لك شغل، هيدي قصة تنهان ما بيحق له لا رجال الدولة ولا رجال الدين ولا حيلا إنسان. أنا والأعلى مني والأوطى مني كلنا سوا متساويين بالحرية وبالكرامة، ما حدا منا أحسن من حدا. إذا أنا اليوم رجل دين وخي من رجل دين يعني أنا أحسن من خي؟ أكيد لا، كلنا سوا متساويين بالكرامة. أنت الدولة وأنا الدولة، أنت الدولة وأنا الدولة. أنا إذا بدي أقعد خبرك وخبر المشاهدين عن المشاكل اللي كانت تصير معي على الحواجز، في كتير طريقة كتير بهالموضوع، لأنه في كتير ناس مرات بيحكوا معك بطريقة هيك فيها من الفوقية إنه أنت كأنك عبد. أنا لا ساعتها بقول له مو معروف عايد على أعلى منك تحكي أنا وياه وتفهم أنا وياه. بس أبونا في شيء حميك يعني بدلتك أو بدلتي؟ لا 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 ولا مرة، ولا مرة بتستر وراها بكل بساطة. أبونا هل برأيك بحق لنا نحكي مع دركة بهذه الطريقة بالوقت اللي نحن مش مسموح نجادله؟ لا مين قال لك شو أنا عسكري عنده تم جادل؟ هو بخدمتي مش أنا بخدمته. ايه هو بخدم السلطة بخدمتي مش أنا بخدمتها. السلطة مش تتأمر علي تخدمني، هيدي شريعة يسوع المسيح وهيدي الشريعة الطبيعية. الوزير لشو؟ تا أنا بخر له؟ لا لا حتى يتفضل هو ينزل يعمل شغله. والنائب لشو؟ لحتى يقبض معاش من ظهري وعيش قاعد ببيته وعامل حصن على عقله؟ لا هو بخدمتي، هو بده يجينا عندي مش أنا بدي أروح لعنده. نحن الغلط فينا نحن مش غلط فيهم هن، حق علينا مش حق عليهم هن، لانه احنا دللناهم. قال له يا فرعون شو تفرعنك؟ قال له فرعنته ما حدا دقرني. بيروحوا يشوفوا الامن قبل ما يطلعوا بالفيلم، يوقفوا السرقات قبل الفيلم. شيء بنظرك اهم من يا اخي؟ ما هن عم بيفتشوا عن النتيجه، يفتشوا عن السبب مش عن النتيجه. يضبطوا كل هالعالم اللي فالت على الطرقات والسلاح وما بعرف شو الشرعي وغير الشرعي. انا ما بدي فوت بالسياسه لانه ما لي فيه، لانه هذا كيس ما تأخذني ايه خليني هذا الشيء ما بحب فوت فيه انا، لانه منا لا, لا, لا اختصاصي ولا شيء. انا بحكي باسم يسوع المسيح، شريعة يسوع المسيح انا مسؤول ان يوصلها ويكون البوق تبعها. يروحوا يشوفوا شو السبب قبل ما تعالج النتيجه. قال له درهم وقايه خير من انطار علاج، يعني جرام وقايه ايجال طن علاج. بعد بدك اكثر من هيك؟ يعني انا بدل ما اقول له لابني اتركه يحرق ايده وشوه له ايده الى ما هنالك، خليش انت تعمل هيك، قل له انه نار بتحرق خلصنا. ضباط الامور، حط قانون. امين ابونا من ازاز الفيماء اللي كان موضوعه شيق جدا. رح ننتقل مباشره لاول شتوى انا وياك والمشاهدين، شو عملت باللبنانيه وكيف اللبنانيه تعاملوا مع اول شتوى وشو صرختهم تحديدا. بنروح لقناه الاو تي في لتقرير عرض ب 25/9/2013، التفاصيل بنشوفها سوا. وكأن لا يكفي اللبناني ما يعانيه من صعوبات، حتى أضيف إلى بالساعات الماضية الشتوى الأولى اللي تحولت خلال الطرقات إلى مواقف للسيارات. شيء بيجنن يعني، بيرفع الراس، بيبيض الوش يعني، إنه أجا سائح على لبنان بكيف بلبنان يعني. وبالعكس هذا الطريق كان يمر عليه 2000 سيارة أي سنة، بسنة 2009 و2005 و2000 وكذا 2000 سيارة. هلأ صار يمر عليه قديش؟ 2,300,000 سيارة. وين متقلي الحل؟ مستحيل حل إلا بالجو. اللبناني اللي تعود على إهمال المسؤولين من سنوات صار يردد الكلام ذاته، وبالنسبة للمسؤولين الأذان مقفلة حتى إشعار آخر. من بيروت لكسروان للمتن وكل المناطق اللي بتشهد حركة سير صباحية، زحمة غير طبيعية والحق عشتي. بكير كان يعجر وضرب لها تضيق بكير. كل يوم؟ كل يوم عجر. كل يوم كان أبدا. البلد وقفة على طول هيك. عطول ما في إلا حل، سير كتير يعني. حتى المناطق المحيطة بالطرقات الرئيسية تحولت إلى مواقف، مثل عين تورة بكسروان وشوارع زوق مصبح والدكوانة وسن الفيل. لازم وزير الأشغال يلاقي لنا حل، وزير يعني يا بابا وزير لازم يلاقي لنا حل لهالعجة عن جد. هلا بعد ما تأخر على شغلي يعني هلا. السيول أدت إلى كثير من الأضرار بينما حصل بمغارة إجعيتا. اتفقنا اليوم الصبح هاي كارثة طبيعية نعتبرها نتيجة السيول الجارفي والأمطار الغزيرة، سدت كل الطريق المؤدي لمغارة المي وفاتت على مبنى الإدارة حتى على المستودعات وعلى محل بيع السوفينير وأتلفت محتوياته. هيدا أول مرة بتصير من 75. وبيبقى المثل اللي بيتردد عند اللبنانيين، الشتي بالعالم نعمة إلا بلبنان نقمة. شو سر أبونا أنه بكل العالم عندهم الشتي نعمة إلا بلبنان نقمة؟ بكل بساطة الحق مش على الدولة هالمرة، الحق علينا.
دائما بنحط الحق على المسؤول. المسؤول مين هو؟ او خيك او خيي او ابن عمك او ابن عمي او ابن ضيعتك او ابن ضيعتي. حدا بخصنا منا نحن دود الخل منه فيه. بكل بساطه انا انا لو موجود ببلديه من البلديات بجمع كل الشباب المتضررين وبروح بعمل مظاهره قدام الشخص المسؤول البلديه. ما بدفع له، بعمل عصيان مدني، بعمل عصيان مدني، ما بدفع ضريبه، بس شوف انا شيء خدمات توازي المستحقات اللي عم تنفرض علي، ساعتها بعمل اللي لازم ينعمل. انه كيف يعني بدنا شو بدنا نسرق بعضنا هيك عينك بنت عينك؟ يعني ما بتزبط الشغله بكل صراحه. بس ابونا الشعب اللبناني كانه راضي. خلي يقبل، خلي يتسبح بالواحد، لكن ما فيش داعي يعمل رابور. ما فيش داعي يعمل رابور لكن. لكن انا بدعي كل القنوات ما تعمل رابورات. اذا الشعب اللبناني راضي بالتكاذب وبالسرقه خلي يقعدوا بالواحد. ما في صرخه ابونا، انت ما في صرخه، ما في صرخه، ما في وينني راحوا عند وزير المواصلات اعتبرنا مثلا او وزير الاشغال مثلا، راحوا طالبوا يا خيي طلعت شي بلديتين ثلاثه اللي عنده، قالوا تعال لك شغله، نحن ما راح ندفع بلديات، نحن ما راح لهم بلديات، دبر راسك لانه لك شو صار فينا. انت بتعرف انه بالبلديات الطريق العام هي من اختصاص وزاره الاشغال والطريق الفرعيه من اختصاص البلديه، بتزفت البلديه كل الطرقات وبيضل الطريق العام كله جوار وكله طبيت. ولك خيي كيف هي يعني؟ كيف ما فهمت؟ وين التكامل مع بعضنا البعض؟ كيف بدنا نشتغل مع بعضنا ورشه واحده؟ لك يا خيي مش دولتك، انا الدوله، انت الدوله، مين الدوله؟ انت هلا نحن قاعد انا وياك بهالستوديو، خليني مشارك بي واكسرها بالارض، وانت تكسر كبيتك بالارض وكتبك وكبده فاتري بالارض. ما نحن بنصنع وطننا، نحن بنصنع وطننا. اذا كل واحد منا بينتبه على حاله وبيعيش مواطن صالح وبيكون عنده الوعي والثقافه الكافيه انه يكون واعي على المسؤوليه وعلى الموقع اللي هو فيه، بتعيش الدنيا وبتستقيم الدنيا بقى بخير. بس اذا كلنا هيك يلا هات ايدك والحقني، ما رح يمشي الحال. اذا المسؤوليه هي على كل واحد منا. يا خي الموجوع لازم يصرخ ويقول انا موجوع لحتى يسمعوه. اليوم نحن النايبه بيشترينا ب $100 بساعه، بيمص منا $20 مليون باربع سنين. عمين المسؤول ما حق وين في دوله؟ نحن الدوله. إذا أنت ما صنعت أمنك، إذا أنت ما صنعت حريتك، إذا أنت ما صنعت فرحك وسعادتك، ما حدا بيعطيك إياهن. إذا كان يسوع المسيح بيقول إن ملكوت السماء يغتصب اغتصاب، يؤخذ بمجهودك. بدك النايب يطلع فيك؟ بدك الوزير يطلع فيك؟ بينهم شو بدهم ياخذوا وبدهم يسرقوا وشو وين بدهم يغفلوك بأي محل؟ فليحذر الواقف أن يقع. يا خيي ليش هالشغلات ما بنشوفها ببلاد برا؟ في حكومات بتسقط، في عالم تستقيل من ورا هالشغله برا. ليش؟ خي انا عم بدفع لك حق الشغله، اعطيني اياها. انا اختي عايشه بكندا، بتقلي كانك عايش بالسما. عم نحكي بكندا يعني بالسما، كثير الحياه منتظمه، كل واحد له خي اطاره بيتحرك فيه. شو هذا نحن واحد بصف محل الثاني؟ خي تعال اقول لك شغله، فهم جارك وفهم انت وفهم ابنك ومرتك والكل، كل واحد منا يعمل شغله. مع شيء كنت سهران عند ناس قريبيني ومثل اخواتي، قالوا لي قاعدين باول طابق، تخيل باول طابق طلعت المي من البلوعه عليهم. لك يا خي كيف طلعت مي باول طابق بالبلوعه؟ هيدا ابونا بعد لانه سطمت تحت، انه شو في قاعدين بالبنايه كنا سوا سكرانين هيك وقاعدين متوتلين. يا خي حدا منكم فتق فات وين لجنه البنايه؟ تعال هون يا خي، هالسجاده اللي انتزعت هي مين بده يعوض علي فيها؟ انت مسؤول لجنه بنايه، مش مسؤوليتك تطلع تنظف السطح؟ انت مش مسؤوليتك تنظف الاساطير؟ لكن على شو قام الرئيس بنايه وبدك تتفنطز علينا وشو مصالحك؟ ابونا انه كل شخص مسؤول عليه مسؤوليه معينه، عليه يقوم بمسؤوليته على اكمل وجه. اليوم وقعت كارثه، في اشياء طبيعيه بتكون اقوى من مقدورنا، اوكي بنلتجي للمراجع تدعمنا، بس مش كل ما واحد وجعه بطنه يركض للوزير. يعني عصيرة الوزير أبونا وزير الأشغال حدد أنه هذه الشتوية يمكن تغرق بيروت ويمكن يغرق لبنان، والسبب أنه المصاري اللي مفروض ينعطوا لوزارة الأشغال تتعطي الموظفين تيشتغلوا راحوا لوزارة الطاقة. ورجع وزير المالية طلع وقال له لا، أنه طلع بحساباتك في مصاري، لحن معك روح شو لك عم فين. أنه صدق مين بيصدق أنا هلأ؟ طب أبونا إذا نحن نزلنا صرخنا وتظهرنا شو منكون عملنا؟ في ريبور ما بقى إذا رح يقطع بحلقتنا اليوم عن الشجر المفرخ بنهر بيروت مثلاً. خلينا نشوفه سوا. هذا ليس حرش بيروت، إنه نهر العاصمة حيث الأشجار أكثر من المياه. المشكلة ليست هنا، المشكلة بالإجابة عن السؤال كيف سيكمل النهر طريقه إلى البحر عندما يرتفع منسوبه في الشتاء.
أصحاب المحال المجاورة عاشوا التجربة. مثل ما شايفين موقعنا نحن كتير استراتيجي على طوفة النهر، يعني مش أول مرة بتوه، بس السنة الماضية كانت كارثة علينا. كان عنا $20,000-$25,000 هودي خسارة. لا يلتقي نهر بيروت مع نهر الكلب جغرافياً، إلا أن مصيبة إهمال الدولة وقلة إدراك بعض المواطنين جمعتهما. كل سنة كان يطلع النهر، مع أنه كان ارتفاع الجسر 4 مرات عن هلأ تقريباً، كان يقطع تحت منه حصان وطالع وعلى ظهره شخص يقطع بكل سهولة، هلأ شخص ما في يقطع، يعني السنة رح يصير كوارث بالنهر. ومع تبدل الفصول يبدو أن هؤلاء المواطنين نسوا أن يبدلوا مركباتهم، فعبروا الطرقات بسياراتهم بدل الزوارق. وزير الأشغال العامة والنقل رفع عنه المسؤولية، لا مال لتنظيف المجاري. وزير المال رد عليه: معالي الوزير العريضي يريد يفتح موازنته ويشوف الأموال اللي عنده موجودة ومتيسرة، بيلاقي إنه في عنده مشروع قانون لتنظيف المجاري. وفي بحر تقاذف التهم بين المسؤولين يغرق اللبنانيون ولا يجدون من ينقذهم. طريقة متسكرة عندهم كل سنة كل سنة، لازم نلاقي حل. بقوموا بيسكروا الطريق علينا ويلعن ابوكم اذا بتمشوا على الطرقات، خلوكم ببيوتكم وما تودوا اولادكم على مدارس وما تقضوا حاجتكم بشيء. اول شتوه حلت كذلك كارثه لا سيما في طرابلس وعكار، حيث استحالت الامطار الغزيره سيولا غمرت الطرق. ابونا ردك. انا بدي اسال سؤال، شو اللي وصل نهر بيروت لهي الحاله؟ مش سوق الخضرة والناس المحيطين. أنا ما رحت ولا مرة كبيت ولا كلينكس بنهر بيروت، لأنه أنا مني حد لنهر بيروت. بكل بساطة هالأشخاص اللي عايشين حد النهر هن مسؤولين عن النهر. تجي اليوم الدولة القانون تعال لك خيي، ليش مين بده يكب صندوقة البلاستيك بقلب النهر غير سوق الخضرة؟ مين بده يكب حيوانات نافقة غير المسلخ؟ مين يا خيي؟ كل واحد مسؤول عن شيء بهالحياة. ما في انا بدفعني الدوله ضريبه عن شخص ما باخر بهالدنيا عم بيعمل مشاكل، ليش انا بدي ادفع فاتوره عن غيري دائما؟ ما وقفت الحق على الدوله. ايه ما وقفت الحق على الدوله. ما في شيء اسمه الحق على الدوله، في شيء انه انا الحق علي لاني انا ما طلبت الدوله، انا ما طلبت البلديه والبلديه ما طلبتني. رئيس البلديه كيف بيسمح انه يكب لما انا عندي ناس عم تشرف على البنى التحتيه وعلى المصارف المي، وبشوف انه حد المحل الفلاني في زبالة بقلب النهر، بيجي لعنده بعطيه انذار اول، خي بدك تنظف اللي حضيته من النهر، مرة اثنين ثلاثة بسكر له محله. لازم يكون في متابعة يعني للموضوع. دايما. طب. بدك تسهر، ان لم يبني الرب البيت عبسا يتعب البناؤون. طيب عظيم، ابونا طب الحشيش اللي عم بيطلع والشجر اللي عم تطلع، ما صارت غابة. طب عظيم. هيدي شو ذنبه؟ شو ذنبه اللي قاعد حد النهر؟ ذنبه انه انت عم بتكب تراب، الحشيش ما راح يفرخ بالبطون. بكل بساطة. يعني مش ممكن المي تعمل هالموضوع؟ ممكن تعمل المي، بس انت عليك اول شيء في شق بدك تراجع فيه، وفي شق مسؤول. انا مش عم بعفي الدولة والبلدية من مسؤولياتها، في وجبات على حالتين بدهم يعملوها، في وجبات على كل واحد منا، بس لما كل واحد منا بيعمل وجباته ما بنضطر نسمع وني الدولة. خيش خص الدولة لما في شغلات بتخصك. اليوم مثلا ما بعرف بيطلع بيجي التلج بيكسر هيدي عوامل طبيعية، وين الدولة؟ خيش خص الدولة؟ الدولة قالت لشتي الدنيا. انت عليك اليوم تاخد كل اللي شو اسمه الوقائيه، التدابير الوقائيه لحتى تحمي حالك من هالموضوع. فلهالسبب نحن اليوم ما بدنا نكون هيك عم نروح بالاشياء بالمغالات، يعني لهالسبب الدوله مسؤوله. نعم، وانت مسؤول، انت مسؤول قبل الدوله لانك انت مكون الدوله، انت الخليه الاولى لحياه ووجود الدوله. هيدي هي بكل بساطه. يعني اوكي البلديه مش عم تقوم بواجباتها وكل واحد بيقذفها على الثانيه، بس ولكن هذا الشيء ما بيبرئنا كاشخاص انه نكون احنا كمان مسؤولين. عظيم ابونا، خلينا نختم قبل ما نختم حلقتنا، في عنا تقرير اذا بدك قبل الاخير للاو تي في انعرض ب 26/9/2013 بيحكي عن عدم تهجير المسيحيه، كيف وليش؟ التفاصيل بالتقرير. من العراق الى لبنان مرورا بسوريا ومصر، العنوان واحد بالنسبه الى بطريرك بابل على الكلدان في العالم مار لويس روفائيل ساكو: المسيحيون يهجرون، اما الاسباب فمتعدده. بالدرجه الاولى والسياسة التي تفرق بين المواطنين على الانتماء الديني، فالمسيحيون يشعرون أنهم مواطنون من درجة ثانية. هناك أيضا متشددون دينيون لا يريدون إلا إقامة
نظام ديني أحادي كما هم يفكرون، حتى يكفرون من هم من دينهم، فكيف بالمسيحيين يعني. وهناك أيضا إغراءات وتشجيع من قبل جهات خارجية لتهجير المسيحيين يعني. وعندما يسأل بطريرك الكلدان عن رأيه بنظرية البعض في لبنان القائلة فليحكم الإخوان، يسارع إلى رفضها مبدئيا وعمليا. يعني غير ممكن اليوم أن يكون هناك دولة دينية، غير ممكن، غير قابلة للحياة. يجب احترام الدين كدين، الدين هو علاقة بيني وبين ربي، أما السياسة هي علاقة مع الكل، السياسة مبنية على المصالح، وأعتذر أن أقول على الكثير من الكذب. أما مسيحيو العراق فليس من السهل أن يعودوا بحسب البطريرك ساكو. يعني كثير صعب من غادر أن يعود، لأن هناك اندماج، وأيضا الأطفال في المدارس إلى آخره. هناك أمل إذا تم استقرار وأمان، وانتعشت الحياة الاجتماعية وكذلك الاقتصاد، وتم ضمان حقوق المسيحيين كمكون أصيل أسوة بالمكونات الأخرى. طلبت أن أقوم بزيارة تضامنية إلى سوريا، يقول البطريرك ساكو، لكنني تلقيت نصيحة بأن الوقت غير مناسب، ويختم قائلا بحسرة وأسى: إن ما يحصل في معلولة من مضايقات للمسيحيين مرفوض، ونتمنى وقف هذا الاضطهاد. أبونا بطريرك الكلدان ساكو نشر أنه ممنوع يهجروا المسيحيين، وممنوع يسافروا، وممنوع أساساً أبونا المسيحي مجرد ما بنو يسافروا عم بيسافروا إنه الكنيسة مش عم تقوم بواجباتها 100% تجاههم. بتوفينا أول شيء بهالنقطة قبل ما ننتقل للسؤال الثاني؟ أكيد ما بوافقك. ليه؟ لألك شغلة، أول شيء أنا برفض رفض قاطع تصوير المسيحيين كأنه هن الضحية. أنا برفض رفض قاطع إنه نصور كأنه نحن أشخاص مغلوب على أمرنا، كأنه نحن أشخاص مظلومين، كأنه نحن أشخاص الكف برقبتنا على اللبناني. لا أخي، نحن أم الصبي ونحن الأساس. ولا واحد منا، ولا واحد من اجى دفع لي حق التيكت تسافر. اللي عني سافر عني سافر بإرادته. أنا بقول لك عن إخواتي الشباب، كانوا بدون يحاولوا يسافروا، جيت قعدت أنا ويهم وحسبت أنا ويهم، طلعوا آخر شيء غيروا رأيهم وضلوا بلبنان. منا عايشين فوق الريح، ومنا عايشين جوعانين. نشكر الله، نشكر الله عايشين مثلنا مثل غيرنا. برأيك ما بيصير في اضطهادات للمسيحية بطريقة غير؟ خيي ليش يسوع بشو وعدك؟ يسوع وعدك بالعروش وبالملوك وبالسلاطين. طوبى لكم إذا اضطهدوكم وصاقوكم إلى الماء. ما خي بدنا نحكي، بدك تفرق، بدك تعيش بشري ولا تعيش إنسان مسيحي؟ بشري إيه، رأي الكود، شوف وين الحياة الرغيدة، بس بدك تعيش إنسان مسيحي؟ مش ما تاني يعيش ويأكل كف كل يوم، لا، عيش بكرامتي، بس طالب بحقك. نحن بيقولوا في إقصاء للمسيحيين من سنة 90 لليوم ما فاتوا بالدولة. خي ليش ما فاتوا بالدولة؟ أنا بحكيك عن خبرة. انا في شباب عم بوسهم بايدهم، تعال أقول لك فوت على الدوله خيو، انا بحطك باحلى مراكز انطلاقا من معارفي. ما بده انه هلا اليوم يشتغل وبكره يعمر قصر. ولك خي كيف اي شجره بتزرعها اليوم بكره بتحصد منها؟ لك الزارع بيروح تيزرع بينطر اشهر ويمكن ما يطلع معه ثمار. بقاش عنا نحن روح المغامره، بقاش عنا روح المسابره، بقاش عنا روح التضحيه. في كلمه بالفرنسي لو فيرب ايمي سو كونجيغ افيك توجور افيك لو فيرب سوفرير. ما فيك اليوم انت تحب من دون تضحية، كما وأنه اليوم ما فيكش توصل تتبني حياتك من دون تضحية وشغل وبدك تبذل بذل دماء. طب أبونا بسمع كتير بدي يفوت على الدولة ما في معاشات، بدي يفوت على الدولة فيات بهدول، بدي يفوت على الدولة بدي ينزل، طب بدي يفوت على والدولة رح أقلك عم بنقلك خي شادي بدي أقلك كلمة إيرا البطرك ما احترمك. هايدي كله كذب، هايدي كلها حفلة تكاذب. انت اليوم موظف تشتغل بشركه، اوكي، تاخد 5000 دولار بالشهر، بس طبابتك عليك، اوكي، وعلم اولادك عليك، شو بضل لك من 5000 دولار بالشهر؟ ما بضل لك شيء. ليش مين فات على مستشفى وطلع تحت فاتوره 3-4000 دولار؟ طب اليوم الدوله اوكي عم بتامن لك تقريبا كل 100% طبابه، عم تتامن 100% طبابه. اسمع العسكري يا خي، العسكري بيفوت على الدوله على الجيش على الدرك عم معاه او حدا او حيالله سلك من القطعه من قطع الامن بلبنان بقدم لك طبابه 100%. ما
مقدم لك علم تقريبا 65%. طب شو بعد بدك اكثر من هيك؟ اذا بتشيل عبء المستشفى والمدرسه عني شو بعد بدك؟ انه اليوم انت خي ابن الملك يعيش ملك وابن الفلاح يعيش عاد ما بيقدر يعيش. طيب سؤال ابونا، سؤال بيخطر على بال كل مشاهد لو بسمع كثير، المسيحيه كانوا عم نرجع نلف من دور انه نحن مضطهدين بطريقه غير مباشره. نعم. اوكي، لما تدعي حدثك انه يفوتوا المسيحيه على قلب الدوله، الدوله عم بتكب المسيحيه بالواجهه. وين بالواجهه؟ تسمع كثير بيعز المعارك مثلا، مش بسمع مناطق بلبنان مثلا ما بيصير. جيب الليسته وشوف مين اللي ميت. تسمع كثير، انا عم بقول لك شو انا شو بدي اسمع. انا على الارض، لانه انا شبعت من كلام الناس، انا شبعت كلام الناس صراحه. خي على ارض الواقع، انا زلمه مني زلمه هيك بالجو، انا زلمه ارض ارض. بتقلي واحد واحد بيعملوا اثنين، بقول لك اوكي واحد واحد بيعملوا اثنين. يعني فرجينا، يعني برايك ما في تهميش للمسيحيين؟ ما في تهميش للمسيحيين، واذا تهمشوا المسيحيين بيوم الايام بحق عليهم هن. انت بيتك اذا حرسته ما في يفوت ما فوت ما بفوت عليه الحرامي. بس اذا انت حارس بيتك، بيتك محمي. بس اذا بتترك بيتك بتعلم الناس الحرام. انخرطت بالجيش، انخرطت بالدوله، بدك تقعد هيك زعيم وبدك تطالب خير. شو هذا اسمه؟ سوري ما تفوجر على العالم. لهالسبب نحن اليوم بدنا نرجع على الواقع خي، رجع على الاساس. انت اليوم شو عم تعمل وجبه تجاه الدوله؟ بقول لك انا بدفع ضريبه للدوله وغيري بغير منطقه ما بدفع ضريبه للدوله. اوكي خي، بس يجي جيب الكهرباء بروح اقول له انا ما راح ادفع لك كهرباء، روح اقطع الكهرباء. خلي اقطعها عني ما بيأثر، بس انا بالمقابل انا اقطع عنه المصروف. وخلي الدوله تبقى تضوي للاشخاص اللي ما بيدفعوا. يعني نحن ما بنعرف نتحرك، نحن ما بنعرف نتعاطى مع بعضنا بطريقه ديمقراطيه حضاريه. ما بنعرف نتظاهر، ما بنعرف خي نقول ايه وايه ولا لا. نحن بنعيش باللوفكه باللوفكه على الطريقه اللبنانيه. هيدي بيسموها الفوضى المنظمه. امين ابونا، انتهى وقتنا، بس بدي اخذ رايك هيك بشكل كثير سريع عن الواتساب، لانه بعثوا مساج على الواتساب بتعرف بدهم يبعثوا لنا منه. مرحبا، مريم العذراء زهرت لي وبشرتني ان المسيح عائد، ارسل هذه الرساله الى 19 شخص وستحصل على اخبار جيده، واذا حذفت ذلك سيكون لديك حظ سيء لمدة 12 عام. غدا صباحا أرجو ألا تتجاهل ذلك. ليس كل ما يتمنى المرء يدركه، ولكن بمشيئة الله حتى الأحلام تتحقق. أثبت إيمانك بالرب بإرسال هذه الرسالة لعشرين شخص من أصدقائك، وسترى أنه خلال 20 دقيقة سيصلك خبر لطالما رغبت في سماعه. هذا ليس بمزح، حاددين لك الوقت والتاريخ كيف. فأبونا ردك، بعرف أنه هذا الموضوع بيشمئزك، فحاجة أخذ ردك بشكل سريع وواضح. بعتذر. نعم. بدي أقول كلمة على عبر شاشة صوت التلفزيون المحبة تي في تشاريتي. سوري، غبي اللي بعتها وغبي اللي بيصدقها. بعتذر. نعم. بعتذر. أول شغلة، هيدي بدعة بيعملوها شهود يهوى والماسونية وتحط يلهوا الناس بالقشور. هول 20 مساج اللي بدك تبعتهم، 19 مساج. ليش ربنا عطيني قصاص وانا قاعد اكتبه او ابعته؟ ليش؟ بس لحتى شغل شبكة الانترنت ويكون في حدا عم بيستفيد، تشوف الناس قديش المستوى الوعي عندها متدني. هم بيجي الحق على الكنيسة ابونا؟ لا يا خي، مش حاش تحطوا. اوكي، نحن علينا دور نوعي. طيب ما ولا مرة، ولا مرة انا شخصيا ولا مرة سمعت بوعظة الكنيسة عم بقول ابونا ما تصدقوا المساجات. انا شخصيا بحكي عن حالي بير شربل جاجة، انا دايما بقول لهم خزقوها إن كان كتابة وإن كان على المساج، وأنا بتحمل العواقب. وأنا بدعي كل المشاهدين بس توصلوا لهيك رسالة يمحوها، وأنا مستعد إنه يضل في 12 سنة من عمري بس. يسوع المسيح معروف وين موجود، يقروا كلمته بالإنجيل وبس، وما زاد على ذلك فهو من الشرير. أبونا أنا بدي أشكر حضورك معنا، نورتنا حلقتنا، بعرف عزبناك معنا كتير اليوم. لا بالعكس، اسمح لي أبونا بس ذكر المشاهدين أنه صار فيكم تحضرونا وتحضروا هذه الحلقة بالذات عبر موقع اليوتيوب لهذه الحلقة رقم 17 تحديدا، تكتبوا episode 17 of شو الحل part 1 أو part 2. إضافة لذلك فيكم تحضروا جميع حلقات شو الحل من 1 ل 16 اللي هن ديجا نزلوا على اليوتيوب. بالإضافة لذلك بدي أذكركم موعدنا بيتجدد الأسبوع المقبل نهار الأحد بتمام الساعة 8:30 مساء. من هلا لوقت تصبحوا على وجه يسوع. إلى اللقاء.